يا ولد والله كارثة صارت، عرسنا القاسم فرحانين وقلنا هاي هي راح نحصل الكنز وما ادري شني على الهوى. يا فرح المفاجاه والله فاجعه. بس قل لي كارولين هذا الشيخ مو صاحب محسن مو قال بعد ما يحبها والله؟ اي ابو مرايه، ابو مرايه مو ابو مرايه ضحك علينا. ابو ايش انت؟ اه صاحب محسن وسلم علينا روسيس. آه اروح لابو مرايه افرغ الاذي المسدس براس. عوف هسه ابو مرايه شغلنا يا روسيس، مطينا فلوس ملايين ابو مرايه والله. ايش يطينا احنا؟ شوف بال هذا مو ابو مرايه روسيس، اذا ما انكتله ترى راح يعيقني وجاي يسوي شيء ما يريد الجوكر. شوف هذا الموضوع اللي صار اول شيء يمكن بي لغز بي خطه، يعني ماكو هيك شغله احتمال خطه جوكر كل شيء يصير. ايه ترى علاوه هذا بس ما راح يضحي من واحد. هذا روسس من بدايه، من بدايه معارضنا، من بدايه من اول ما شافنا معارضنا. احنا هم ما حسبناها صح، ما خذينا احتياطاتنا، يعني ما نعرف راح يجي. درانا ما نعرف، ما نعرف غير ابو مرايه قالنا ما يجي وبطل بعد ما يحبها. شباب ايش يسوي انت ضامن ابو مرايه؟ هو واحد كذاب، كان ايش مدري مثلا كذاب غير هو مضمون. بس هو عارف ترى صدق هو تجاه ايش عارف. قلت لك ايش عارف جنئي، بس لا تقول لي زين عارف راح يجي ويكتب. اروح انكسر مرايته براسه. زين انت قل لي قصدك على الجوكر خطه؟ قصدك الجوكر مسوي خطه؟ لو الجوكر مسوي خطه زين اوكي مسوي خطه يضحي بواحد من جنوده؟ مستحيل يضحك يا شيخ. لا روسيز تعال كل روسيز قدامنا وهاي ما معقولة. شوف روسيز اجا يقتل قاسم، بس اول مرة صوب كارولين وجا يقتل قاسم وماني نقدته، خلي واخرت السلاح عنه صحيح. ايه فاحنا شو نسوي هسه؟ خلينا روسيز شرد هيج على هذا الاتجاه، شرد هذا مسدسه راح نروح اللحقه وندور عليه ونكتله. حلو وين تلقاه هسه؟ نلقاه ندور عليه منه لحد ما نلقاه ونكتله. لا انا اروح للجوكر الكبير نقول له هيك وي صار بينا. اذا راح يقول ليش قتلتهم نقول له صواب كارولين. ايه على ما يصدق نقول له هيك وي صار بينا. اذا قال الجوكر قال لو هسه ايش يطلع الجوكر؟ يمكن يطلع مختلف علينا. هو مدي قايل له روح اقتل كارولين واقتل روسيس، لان هو الجوكر الكبير ليش ما اجل العرس؟ ما الا غير ابوها اكو لغز بالموضوع. اكو بهاي بهذا العرس اللي صار، اكو بهاي الكتله، لان روسيس اجى يقتل قاسم وكارولين صح له؟ لا هو قاصدهم هذول الاثنين. لازم اكو شغله اللي دفعته يقتل كارولين وقاسم. انا يحبها من البدايه غير يحبها بعد يحبها، يعني ابو مرايه ما سوى لنا شيء هسه بس طلع قاسم. ابو مرايه شغله كله كذب يعني يا اخوي. بس انت لا يعني بساعتك بس هو اخوه ساعدنا يعني. هو يا شخص خارجك انت عندنا اهم من كل شيء، ساعدنا ونطلعنا قاسم. غير طلعنا قاسم ساعدنا جاي يسوي لنا هاي الشغله، وهاي الشغله ما يسوي لنا كان ما ضغطه صار. شلون ندور على روسيس؟ نشوف مالك نشوف امشي امشي امشي. هسه وين نلقاه؟ علاه يدور عليه على هاي الاتجاه. صار شرد منه، طلع منه علاه هو منه شرد لا خاف كافي راكبنا. ها استخبى بعد لا خمسة العجب على اللهو حتى جبش ماك ماك هو شرد ها شرد منا. شلون راح يشوف؟ انا شوف الريد منا شرد. شلون دور هنا نلقاه؟ ما صار له فاني فرغ المسدس براسه. بس كضه جاي كضه حياره جاي يقتل قاسم. اول بداية نعذبه وبعدين كتله. انا خاف بهاي البيوت، بهاي البيوت شرت هاي البيوت الفارغه، هاي البيوت كلها فارغه. الله هسه اذا على صوتك خطه مسوي ماكو نلقى جوكر وياه طبعا. ايه صح لو مو صح؟ بس اذا واحد يعني خطه ما مسوي الجوكر. ايه عبر هذا النهر على الأول. عبر هذا النهر. هذا النهر. في ماي لا واحد يغرق فيه. تعالوا هنا تعالوا. شوف أبقى يمكم. تعالوا هنا عبر. عبر عون. شوف. هاي صايرة شلون البادية. إيه. فايش نسوي احنا؟ لازم نتوزع حتى نلقاه. حلو شوف دوشكا وعبدول طبوا على هاي الغابه دوروا
روحوا هيك 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 لا تعبر النهر هيك هيك روحوا قبل لا تجون الا تلقونه دوروا عدل محسن هذاك هذاك محسن هذا محسن شوف هذا التيل ايه روح دور وراه انت روح وحدك دور وراه لا تخاف لا فيه نار شلون انت مو لا تخاف على محسن ما عليك انت مو ثنيين روحوا يا هو انت وش اسمه سجاد سجاد روحوا هذا شوفوا هذا شو اسمه ها النهر هذا النهر كله دوروا شينا سجاد روحوا دوروا هيمو وين تروح بعد يا منطقة ما فارغة يا منطقة فارغة اي محسن اي ايش كلها دورها يا وليد بعد بعد طبه وجوه هلا انطب للاخير للاخير دوروا هاي الاتجاه هاي الاتجاه ما حد راح روح بي روح انا راح ابقى بمكاني اذا واحد يلقى يجيني يقول لي لا استنى شو عبره عبره انا ما نعبر منه لا من هنا دي بارك تطيح انا اخوك انا اخوك انا اخوك هيمو بعد دوروها البيوت هذا النيتش اللي قدامكم العبرة السيارة على الشارع كلها دوروها هيمو عافية عافية وليد دوشكي بعد طبوا للأخير طبوا للأخير عافية وني انا بقى هنا انا والمصور حتى شني حتى يجوني بعد بعد هذا وين هيك؟ هسه انا غريب مع الخيوط. لا بقى خيوط قلت لي. دور هنا بشكي لابد. خاتم الماي. هنا ما. شنو هذا؟ شبيش؟ هاي المهمة واحد انا كتني وين اروح هسانة استغفر الله يا الله ما في شك هذا زين طبعا الجماعة راح مدور راح يدورون راح وحدهم انا خلوني وحدي لا يكون يجون وياي خاف واحد يلاقيني جاد على وين ودان دور صار لنا ساعة نمشي ماكو هاي المنطقة كلها لهنا ما حد يعبرها قول ليش لان اكو نهر كلش كبير ما حد يقدر يعبره بس دير بالك هناك الشقق وحتى واوية حتى ذيابة اكو شو شنو هاد جبل هذا هوتل مالديف عفوا عفوا لا اطلع لك شي سعلا وين ورطنا انا حد لين شنو المنطقة هاي المنطقة كلها ماشية بس لهنا دوم ما جا هون علاوي هون علاوي ياكو لا علاوي هنا تدري مصور تدري اللي قالت لي شو اسمه حية وكتيتها اجت تقرصني والله تعبت صرنا بعيدين على جماعتنا يا اخو راحه اقدر اخاف يصير شو عليهم معود يا معود ايش عليهم علا وقفلهم غلط هسه قال لهم تلقى واحد تعال واحد وين صار هذا النوبه طلعت لنا سالفه هسه افترقنا عن جماعتنا صرنا بعيدين كلش
شوف من هناك من هناك وقت بس هاي الجهه احنا فريناها كلها اي وقت بس هاي الجهه شنو الحل؟ انزل عليك انزل عليك لعب عباد اي اذا تعال من هناك وين هذا؟ تعال الله 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 طيار فرحاتنا كلها شو يسوي فرحاتنا طيراها بلحظة يلا اسمع صوت جماعتنا صاحبني لا ما هو جماعة خايف انا من البداية خايف انا من البداية من طلع ما عليهم وش بيك ما دام كل شوف شوف من البداية هو هذا راس ما مرتاح انا من البداية احنا ما دام كل اثنين سوية كيتشي ما عليهم والله خايف خاف يقدر جماعتنا النوبة ما يدرون بيهم ويقدرهم يابا ما عليهم علاوة الزحم سوية ما عليهم اما هذا شو اقول لك؟ فيك انت ما عليهم انا متاكد غير سمعته مرة احنا قالهم انا انتظركم قال لهم انتظر كل من يلقاه يجيني هيك قالهم عم ابتعدنا ابتعدنا هي هاي مشكلة خايف ابتعدنا والليل راح يبدا الضوء كله راح يختفي شلون بينا ما تقول لي شوف نرجع لو نكمل ما عم بقيت شوي ايش فيك خلينا نكمل ايش سوى احنا وصلنا وصلنا مفتوحة شوف منطقة مفتوحة هيمة نحن نبحث عنك واش قاعد تسوي هنا الجوكر اين الجوكر أدخل على مكان الماء. أين الجوكر؟ روسيس أين الجوكر؟ من؟ أين الجوكر؟ لا أعرفه. اختلف على جوكر. القائد. قائدك. لا أعرفه. قل لماذا قتلت كارولين؟ روسيس. قوة هذا دوشكي. شوفي مهم ما عنده سلاح. ايه طبله طبله غير لا حيوان طبله من ورا غدره. عباس بينا ما نقدر ايش تسوي؟ ها؟ تعبك وحدك؟ يشهد اذا نعوف الذين يشهد. وين ما عبك وحدك؟ بس ارجع لعلاو، علاو ايش قال لنا؟ علاو قال لنا اذا تلقون واحد تعالوا نفسع ترى عفاك وحدك كتلك ما عليك روح وشنو ما عليك؟ ما عليك تلحقون عليه ما عليك يلا بساعة عباس راح شوف بس لا تعاركوا على كتلك هذا لا هي وانا راح اروح لعليه بسرعة ايش اذا قلك سريع اي راح اروح طيارة اوه 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 اذهب من هنا سوف اقتلك اذهب ها محسن ها علاوي شنو ما لقيت اي شيء
احكي شو ما لقيت؟ اي اثر لهم ما لقيت. شنو السالفه؟ ماكو، رحت فريت هاي كيلها فريتها. ايه؟ ماكو، كلش ماكو. صار لي ساعة واقف هنا، خلصت الباكيت كامل مال الجقاير وانتم بعدكم. الولد وين راحوا؟ منتظرهم. الله عظيمو. الله يمن. تعال. الله عبر عبر. تعال. هلا زين ما لقيت. شو ما لقيت؟ كش. عرفتك تجيني خالي الوثاق. هلا جيت اموت. لقيتني حية وقرصتني الا شوي. شفتك تصيح. امس تصيح علاوي علاوي. قتلتها؟ قتلتها طابوق لقيت طابوق انا. وليش ما جبتها ماكلها؟ لا لا صدق. ماكلها؟ اظن كلاها. ماكلها الولد. بولي بولي. والله واحد اكفو هذا الدم مالك ماكله هو لو ما ماكله كان ما جاء هذا الدم مال طق ليه لا مو ما طق هاي مال الحي اكلت هذول اكلون جاي يركضون يو 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 علاء ماكو اختفى دوم ماكو دارنا عليه هناك بقى هيك ماكو بقى عبدول ودوشكا لازم اليوم نلقاه شلون ما كان نلقاه شلون ما كان لازم اليوم نلقاه خلينا نزوم بالكاميرا بك نشوف شي زوم هو احنا فرينا الاماكن كلها ما لقينا لا اليوم ما لا مو على على عبدون بك تشوفه عبدون ما انشاف لو ما نزوم ما اليوم ما نروح اذا ما لقاه ايه لا لازم كتله اليوم اليوم الكتله انكتله لازم انكتله شلون ما كان انكتله اليوم شلون بلوهسه هاي هلا يمكن هذه يمكن هذه هلا هلا يمكن هذا توخر راسك يصيح يا هذا هذا عبدو لا هي 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 كذا هذا راسس وين خليته كذا خايف خطي مجاه وين كذا ايش قد علاوي ايش قد حاولت علاوي ايش قد حاولت ما طال مجال دوش كل ساعه قال امشي 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 قدام الدليل ابو كان امشي علاوي امشي امشي لا ذاك ذاك وين دوشكا لا ما دوشكا بس لا سوى على شيء شو دوشكا وين هو عفته يبي يتعاركون شبيك انت شلون تعوفه وين هو قال لا ما خلينا دوشكا قال صح لا وين ما نقدر له خاف كنت دوشكا عطوه عطوه وين دوشكا قلت لكم اذهبوا من هنا وين دوشكا على وسيلة ما تحاكي ما جاي يجاوبني دوشكا وين أنا أعلم تقتلوني. وين دوشكا؟ تذهبوا من هنا وأعطيكم. علاوي خاف سوى هذا الشيء. علاوي دفناه. عم شنو دفناه خوالي؟ علاوي سلاك تري. خطافه. علاوي. حطينا دوشكا. نذهب منه. قبل لا قلت لك هذا السلاح. شوفه. علاوي صديقك بشر. هجوم. سأقتل صديقك. هدو هدو هدو. دوشكا ما نقدر نروح صح علاوي الجماعة وجيتكم طاير
روسيس اعطيك صديقك لكن بشرط. ما هو الشرط؟ تعطيني الحياة، لا تقتلني. كارولين في خطر، انت الذي صوبتها في هذا المسدس. كلا. انت صوبتها. كلا. على جبالك. ارجع الى الوراء. تذبل القدارين. ما اقدر اكتله الا اشوف دوشكة. صديقك معي. اين هو؟ هددنا بيه. تكلم. الله صوب على المدلك بيه. اعطيني الامان واعطيك صديقك. لك الامان. اعطني صديقي. اذهب معي بمفردك. لا 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 مسدس. لا 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 خليه يمشي قدامك حتى لا يغدرك. على شلون نضل هنا؟ ابقى هنا. هو غلط روح وحده غلط. علاوي دير بالك على نفسك علاوي. ابقى هنا. وين ما نقدر نعوفه شلون؟ ما عليكم ابقى هنا يمكم. لك الأمان. أين هو دوشكي؟ تعال معي. هذا هو صديقه. ابتعد. 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 دوشكا قوم دوشكا. هلا قوم بسرعه قوم قوم. جاي خطفك سوالك. هلا طقان اول شيء. طقاك بعد تسمع عني. يلا ها يلا ما طول. هو واحد اخلي كتله. انا هم كملت طبعا اسمع شيء يحكي. ايه منتظركم وقمت اراقبه من بعيد بس بعد ما قدرت. يلا يلا امشي. امشي جماعتنا راح لهم راح جماعتنا. طقاك شنو؟ طقاني وفقدت وقعدت سويت لقيت يسحل بي. شلون طقني؟ ها؟ عبت؟ عفو لا حد يطب له. عفو لا يشوف. ما طلعتنا مسدسين. المسدس بيطلقتين. المسدس بيطلقتين. خلونا احنا هسه مأمنين بيه. إذا تقدرون تكضونه كضوا إلي. إذا ما تقدرون خلونا كتلة. علاوي هذا دوش كي جانه بعد ما نحتاجين كضون كتلة. هذا علاوي. لا كضوا لي الربطة. سوالفوا وياه سوالفوا وياه. ليش ما نكضه؟ نكضه اثنين منا ومنا وتصاب قبل كتلة. يا أخي ما أكتلة بالبداية. أنا أول وتالي أول وتالي كاتلة. بس أريد أن أكضه. شنو صوبه؟ إنه مصوبه لأبوي. يعني ما يشرح حتى ما يشرح فيك. حتى ما يشرح. ليش ما تخلص منه؟ ما قلت له أري أنت مش بيكم هذا المطلب بعقلك طلعوا طلعوا الزربة بعقلكم. لا أنا أقول لا اسمح لا نقول أعطيتني الأمان دعني أذهب. باعوا يا ولد كضوا لي إياه. خلينا نسحب منه المعلومات. سياسة. يا سياسة هسه أطلع مسدس وقلت له بالسياسة ناخذ منه معلومات. لا سياسة ولا بطيخ ما يفيد يخدعنا. مو أي شيخ طلع يمثل. اسمعوا خليني أحكي. تكضوا لي إياه. إذا ما قدرتوا تكضوا حتى ناخذ منه معلومات خليني أحكي له. يلا اوه بارك 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 الله قوي. يلا كضوا لي قوله ما اريد اكضه. قوله واحنا مو ما نقدر نكضه. قوله ما نقدر نكضه. عشان سونيك ايش سرعات. قوله ما اريد اكضه. انا سريع هذا يزوق ما يكتب. لا الجيطه هذا لو انت دام كتبنا كضا واحدة مات فيه. بارك بارك عبدول 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 مالك دير بارك ستان قوم قوم تعال مالك محسن كنا كضا واحدة عون كنا كضا واحدة ما تقدر هو هذا واحد واحد ما نقدر له. هلا جاي اشر لنا يا ولد. تعالوا وش تعال. انا واحد واحد ما نقدر له. يلا حيمو فاتح ايده ما ادري شلون اليوم. كفو لا كفته قضينا على كفن. انت وين صعدت؟ انت وين صعدت؟ بارك بارك كفو 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 كفو
كضوه علاه وكضيناك اياه كضيناه هذه تبك عب كضيت عباس هاي انت انا كضبطنا كضيناه عباس كضيته كفو علاه كفو نقيتها برجلي اعطيتني الامان لا تكون خداع انت خدعتنا تكلم معي سوف اقتلك الان هي يلا من هنا محسن الان هي اخر دقيقه في حياتك وسوف تموت بعد دقيقه تكلم ما لديك تكلم ما الذي في رأسك تكلم إذا قلت تكلم أين هو الكنز ولماذا صوبت كارولين أنها في قلبي هسا أحط طلقة بقلبك وخليها أخليها شلون تبقى بقلبك بعد أقتلني أقتلك وين على والديك فز راسك إذا تقول لنا معلومات سنتركك كلا وقف أخذي شوي وقفتي وقفتي بعد تكلم ما اتحرك اذا قلت لنا بالمعلومات اللي عندك ما راح اكتلك على هذا قوي مصوب وهي قل لنا بالمعلومات اللي عندك اقتلني الا اطق الرقب راسه خلينا نخلص منه شنو ما تطلع معلومات كلا في بس طلق تفيدنا هاي تفيدنا لا هي اخر طلق قلبه هده هده كفو ظل خلي في دونك علاوي علاوي منطقة خلت في دك كارولين تقدر مساعد عليك وياي تلفت ادربي اظنهم تاني واحد واحد علاوي هني شد لا يطلع انه واحد النوبة تنك صوت صدق لا النوبة يطلع فخ خلي يموت خلي يموت خلي يموت ما روح منه الا يموت شو موت عوية هذا هو هذا هي لا بعد بيروح خل طق على راسه حتى يموت بزايد بعد كان والله راسي بقى شويه بينفس ما اوه حطها بنص بلاعينه عبدون حياره حياره عبدون بعد ما المسدس خلص طلع انتهى هاي مات علاوي شوف علاوي شوف مات عفوا بعد مات هاي يلا نشوف امشي علاوي بس تعجل لا يجي بعد او شيء والله عشتك علاوي خلصت طلعت كفو والله شو عبالك العاديه سواليف انعلك واديه محسن والله كفو علاوي كفو